Today, the world around us will be presented in Arabic and English with subtitles in Arabic, Olesis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish. تحياتنا مشاهدينا الروحيين، مرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج العالم من حولنا. من فضلكم انضموا إلينا بينما نستكشف الأماكن المقدسة في أريحة في فلسطين. أريحة وهي مدينة عبارة عن واحة خصبة في الصحراء، يعتقد بأنها واحدة من المدن القليلة الأكثر قدما في العالم، وهي أيضا أخفض مدينة من ناحية الارتفاع 250 مترا تحت مستوى سطح البحر. بسبب جغرافيتها، هذه الأرض الدافئة والخصبة تنتج تشكيلة من الفاكهة والخضروات ذات جودة عالية. من بينها الأكثر شهرة التين والبلح والموز والحمضيات. المناخ المعتدل هنا أيضا يجعل هذا المكان منتجعا شتويا مثاليا. على أي حال، بالنسبة للكثير من السياح، الجانب الأكثر جذبا لهذه المدينة يأتي من تميزها التاريخي والديني. اسم أريحة يحمل الكثير من المعاني الجميلة. لقد جاء أصله من الكلمة السامية يراه، والتي تعني القمر. بالنسبة للسريانيين اسم المدينة يعني الشذا، كما وتسمى المدينة مدينة أشجار النخيل. في الإنجيل جوزيفيوس المؤرخ اليهودي والذي ولد في العام 37 سماها أيو دايمونستايت، والتي تعني الأكثر بركة. مدينة أريحة القديمة تقع على مسافة 2 كيلومتر إلى الشمال الغربي من مدينة أريحة الحديثة. هذا الموقع يسمى تل السلطان، كان أول موقع استكشف من خلال استخدام التقنيات الحديثة من قبل عالمة الأثار البريطانية كاثلين كينيون، يعود تاريخها إلى 9000 قبل الميلاد. يعتقد بأن الموقع الذي هو أريحة غالبا ما ذكر في العهد القديم نتيجة للجهود المتفانية من قبل علماء الأثار. 23 طبقة من الحضارات القديمة في هذه الهضبة تم الكشف عنها. الأبنية الموجودة هنا تتضمن الأدراج والجدران التي تعتبر الأقدم في العالم، إلى جانب البرج الدائري الكبير الذي يسمى برج العصر الحجري. قطره 8 أمتار ونصف المتر، وطوله 7 أمتار و60 سنتيمترا، ويعود تاريخه تقريبا إلى 8000 قبل الميلاد. خصوبة أريحة تأتي من نهر الأردن والينابيع الأخرى. نبع واحد مشهور يعرف باسم نبع العيشة أو عين السلطان، والذي يقع عند سفح تل السلطان. هذا النبع والذي يضخ بشكل طبيعي 4500 لتر من المياه في الدقيقة، يعتقد بأنه النبع الذي ذكر في الفصل الملوك في الإنجيل. تحكي القصة بأنه لدى مرور النبي إليشع أخبره القرويون بأن ذلك البئر مياهه ليست جيدة، من ثم قام بتنقية مياه البئر من خلال سكب الملح فيه. لقد أخبر القرويون بأن المياه تمت معالجتها وبأن الأرض ستكون منتجة من جديد. لقد ذكر في الإنجيل بقيت المياه كاملة حتى هذا اليوم تبعا لكلمة إليشع التي نطقها. وصف أحد السياح ذات مرة بأن المياه صافية جدا ونظيفة ونقية، ولا يشبه طعمها أي شيء سبق وأن شربته. نهر الأردن والذي هو مصدر آخر لخصوبة الأرض يصب في المنطقة التي تبعد مسافة 7 كيلو أمتار عن أريحة. كما وأن النهر يحمل ميزة دينية بما أنه المكان حيث تلقى يسوع المسيح تعميده من يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان تنبأ قائلا: أنا أعمدك بالماء من أجل التوبة، ولكن من بعدي يأتي الشخص وهو أكثر سلطة مني، والذي خفيه لست جديرا بحملهما، سيعمدك بالروح القدس والنار. إلى الغرب من أريحة القديمة يقع جبل الفتنة، الجبل الراسخ حيث أمضى يسوع المسيح 40 يوما وليلة صائما متأملا يقاوم الإغراءات من الشيطان. ما كتب بالإنجيل بخصوص ما حدث يخبرنا: أخذه الشيطان إلى جبل عال جدا وأراه كل ممالك العالم وسحرها، كل هذا سأهبك إياه، قال: إذا ركعت وعبدتني. قال له يسوع: ابتعد عني يا إبليس، لأنه كتب: أعبد الرب ربك
واخدمه فقط. اليوم الجبل يمكن الوصول إليه بسهولة من خلال عربات الكيبل التي تصعد إلى أعلى من تل أريحة. الرحلة الطويلة على طول الطريق صعودا إلى الجبل تسمح للزوار بنظرة علوية للمناظر التي تحبس الأنفاس لأريحة القديمة. من المحطة العلوية دقائق قليلة من السير يمكن أن تؤدي بالمرء إلى دير القرنطال. الكلمة قرنطال تعني 40 وتشير إلى الأيام 40 التي أمضاها يسوع في البرية. الدير الحالي بني عام 1895 ليحل محل الكنيسة التي تعود للقرن 12. يعتقد بأنها المكان الدقيق حيث تأمل يسوع وواجه الامتحان. في المحاضرات الشرقية من الجبل هناك 30 إلى 40 كهفا آخر والتي فيها المسيحيون الأوائل والرهبان والناسكين سكن. We are now on the mountain of temptation. Here behind me you can see the monastery. In this place, Jesus Christ stayed 40 nights and days fasting and worshiping God. During his stay here, the Satan tried to seduce him. And he told him in the Bible, if you are the Son of God, throw yourself down here. But Jesus Christ didn't accept that because he was determined to worship God and be a good man and a prophet. In this mountain, we see there are some caves. It is believed that Jesus Christ was living here. And then he went to Jericho there. He took a rest under a tree in that area. And then he went to the Jordanian River. لدى عودتنا سنواصل استكشافنا في مدينة أريحة الإنجيلية. ابقوا معنا من فضلكم على شاشة قناة كبيرة المعلمات. أهلا بكم مجددا في برنامج العالم من حولنا ورحلتنا إلى أريحة، وهي مدينة عبارة عن واحة تشتمل على كل من الأهميتين الأثرية والإنجيلية. يذكر الإنجيل بأنه عندما يسوع المسيح مر بأريحة شفى رجلين مصابين بالعمى. عندما الأعمى بارتيموس سمع بأن يسوع الناصر كان قادما بكى وتوسل الرحمة من يسوع. ناداه يسوع وسأله ماذا يريد. قال الرجل الأعمى سيدي علني أسترجع بصري. وأجاب يسوع اذهب في طريقك إيمانك فعل الأمر بالكامل. الرجل الأعمى على الفور استعاد بصره وتبع يسوع في تمجيد الرب. أريحة أيضا هي المكان حيث التقى يسوع المسيح بجامع الضرائب المحلي والذي يدعى زكة. بوجود قرابة خاصة مع يسوع زكة وهو رجل قصير تسلق شجرة قيقر من أجل رؤيته. شاهد يسوع الرجل وقيل بأنه أقام في منزله. اعتاد زكة فرض الضرائب العالية على الفقراء، وبالتالي عندما اختار يسوع الإقامة معه لم يكن القرويون سعداء. على أي حال فوجئوا عندما اكتشفوا بأن رحمة يسوع المطلقة حولت قلب زكة إلى شخص محب ونبي. Jesus Christ taught this man many things about Christianity and about mercy and how to be very kind to people and gentle. Therefore, the heart of the clansman gets very weak and he repents. He becomes a good and pious man. Now, after that, this man had donated half of his estates to the poor people. Therefore, the Prophet Jesus called him that today your house has been saved. This is the story of the tree. As I told you before, this is one of the most holiest trees in Palestine. We do respect here and we do hope that it lives. تاليا سنذهب لزيارة البحر الميت وهو بحيرة ملحية ذات مشهد فريد. هذه البحيرة تبعد 10 كيلومتر إلى الجنوب من أريحة، تقع على مسافة 400 متر تحت مستوى سطح البحر، وهي أكثر منطقة منخفضة على سطح الأرض. الملح الثقيل يمكن الناس من الطف بينما هم يسبحون، حتى أنه يمكنك الاستلقاء على سطح الماء والتمتع بالقراءة في نفس الوقت.
طين البحر الميت قيم لأنه يحتوي على المعادن الغنية والمواد الغذائية التي هي مفيدة للبشرة. على الشاطئ الغربي من البحر الميت يوجد موقع مقدس آخر، قمران، والتي تقع على مسافة 20 كيلومترا جنوب أريحة. مخطوطات البحر الميت المقدسة كتبت وعثر عليها في الكهوف هناك. هذه الكتابات تقدم إيضاحات حصرية بخصوص المجموعة الدينية النباتية الأسينيين، والتي يعتقد العلماء بأن يسوع المسيح ينتمي لهم. الأسينيين عاشوا حياة متناغمة، محترمين الطبيعة وكل أشكال الحياة. لقد ذكر في إنجيل الاثني عشر المقدسين أحد كتاباتهم بأن يسوع قال معلما: لا تسلبوا حياة أي مخلوق من أجل متعتكم، ولا من أجل منفعتكم، ولا من أجل تعذيبها. لهذا يسوع المسيح كان نباتيا. تميز مدينة أريحا يمتد إلى الإسلام في الأيام اللاحقة. في القرن الثامن، الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك بنى قصره الشتوي هناك، والذي هو الآن موقع أثري. قصر هشام، هذا المكان يحتوي على فن العمارة قديم مذهل، يشمل المباني، الحمامات، المساجد، وقاعات الأعمدة. كمحب للفن، الخليفة هشام بنى قصره باستخدام الفسيفساء الجميلة والخزفية الجصية من الفن الإسلامي. يعتقد بأن حكمه المعتدل والقويم منح هذه المنطقة فترة من السلام والازدهار. Now we are at the Hisham's Palace. The palace actually that was built by the Caliph. They built this site here we call the Winter Palace. The place is built here back to the 8th century AD, at most 1200 years old. We are at the main entrance here. That is the start, that is the window of the palace. The palace actually was two stories built on top of the others. This is the guest rooms here. The guests were the people, they are being invited. There's a tree here, we call the tree of the life. Look how very, very tiny mosaic floor. Back to the 8th century AD. This is the heating stove for the sauna. The sauna, when it came up, the opening channels. And the water that's coming from there, that come to this side, and the people were there standing in here. كمسلم ملتزم، الخليفة هشام أدى فريضة الحج في السنة الثانية من بعد توليه العرش. كان قصره يحتوي على المساجد والمحارب، وهو مكان خاص للعبادة والصلاة، موجه نحو مكة. The second mosque here of the palace, and that is for the time of the caliph when they are praying here. And that is the faces Mecca area. And there is the mihrab, the step here that's for the minaret, and that is the faces of Mecca. من الرائع فعلا رؤية أدلة كثيرة على وجود توافق بالقصص الدينية في أريحة، وتستذكر أيام الماضي المجيدة. خلال زيارة هذه الأماكن المقدسة، عسى أننا جميعا يتم تذكيرنا بالعثور على مجدنا الداخلي، ونستعيد مجددا الجنة داخلنا كما فعل الأولياء السابقين. شكرا لكم على انضمامكم لنا اليوم في برنامج العالم من حولهم. يأتيكم تاليا برنامج كلمات الحكمة بعد نشرة الأخبار الجديرة بالذكر على شاشة قناة كبيرة المعلمة. عسى أن تكونوا مباركين بالحب والسلام اللامتناهيين. Thank you for joining us today on the words around us. Coming up next is Word of Wisdom after Noteworthy News on Supreme Master Television. May you be blessed with infinite love and peace. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WAUK.